مريضة كلى والدكاترة منعوها من الصيام بسبب طول الوقت والحر الشديد، وأنا أطعم منذ عامين لأن رمضان يأتي في الصيف، هل أقضي في الشتاء؟ نعم عليك القضاء في الشتاء. إنك مريضة، قلنا إن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا كنت تستطيعين القضاء في الشتاء ألزمت به.